أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. ودوليا سيول وواشنطن وطوكيو يتفقون على تعزيز التعاون في ضوابط التصدير. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بمشور الستينية سهريج السواني بمكناس مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب. إسماعيل مالكي والتفاصيل. حضر هذه المأدبة على الخصوص رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب السيد رشيد الطلبي العالمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميرة، وأعضاء من الحكومة وممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووالي جهة فاس مكناس ورئيس مجلس جهة فاس مكناس وعامل عمالة مكناس، كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مجلس عمالة مكناس ورئيس المجلس الجماعي لمكناس ورئيس جماعة المشوار السيتينية وباشا مشوار السيتينية ومندوب المعرض بالنيابة. تباحث رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. المزيد من التفاصيل مع كي صفي عثمان. الطرفان أبرزا خلال هذه المباحثات خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا وإرادة البلدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد. وثمن رئيس الحكومة جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا وأهمية إعطائها نفساً جديداً لتسير التطورات على كافة الأصعدة في إطار من التنسيق الوثيق. هذه المباحثات مكنت كذلك من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.